يا صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بيكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. وصباح الخير عليك يا مصطفى. صباح الفل عليك يا بنا، وصباح الفل على كل اللي بيشوفونا النهاردة. النهاردة ربما موضوعنا مش فلسفي، ولكن موضوعنا متعلق بالنوستالجيا اللي جوانا، الإنسان اللي جوانا من زمان. كل إنسان فينا دايما لو بيعيد وبيفكر نفسه بالحاجات اللي كان المفروض يعملها وما عملهاش، لو بيحاسب نفسه آخر اليوم أو آخر الأسبوع أو آخر الشهر، لو بيشتغل بالقيمة اللي بيقولوا عليها حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، أو الحديث الشريف حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، هيبقى عنده دايما الريمايندر أو أنه هو يذكر نفسه أنا كان مفروض أعمل إيه وما عملتوش. الضمير اللي جوه الإنسان ده لو شغال عندك هتلاقي نفسك دايما بتفكر أنا كان مفروض أعمل إيه وما عملتوش. معلش يعني قيمة فلسفية شوية، ولكن يعني ليها علاقة كده بإيه، زي ما بيقولوا بإيه، بالذات من جوه، يعني صح كده ولا أنا غلط؟ والله كبرت الموضوع صح؟ السؤال بسيط خالص، حاولت أدخل دخلة كده بس هي جت كده. يعني لو رجع بيك الزمن إيه التصرف اللي عمرك ما كنت هتعمله تاني؟ وده بسيط خالص والله. طيب نبدأ من جديد. طيب سؤال النهارده اللي موجود على صفحة الفيسبوك، لو رجع بيك الزمن ايه هو التصرف اللي عمرك ما هتعيده تاني؟ بص جميل وسهل، بس خلاص هي سهلة جدا. هتعمل ايه يا من؟ ولا اي حاجة، كل حاجة عملتها انا سعيدة بيها، وكل حاجة انا بقيت بيها هي نتاج كل الحاجات اللي انا مريت بيها. انا مش من الشخصيات اللي بندم في قراراتي. حلو. وانا مش من الشخصيات اللي برجع في قراراتي، وانا مش من الشخصيات اللي بيبقى عندي تردد، يعني قد اخد وقتي في اتخاذ القرار وده ما بيبقاش كتير. ولكن لما بتخذه بتحمل عقبه كاملة بنفس راضية تماما. بمنتهى الشجاعة الأدبية. بس برضو مش عايزة اكبر المواضيع، بس بتبقى نفسي راضية تماما انه انا اللي مختارة، محدش اكبرني. وانا من الناس الحمد لله يا رب اللي بسعى ان انا ما بيبقاش حد بيكبرني. بحاول دايما افكر كده واعمل، وعندي المساحه ان انا اقدر اختار انا عايز اعمل ايه. فلو رجع بيا الزمن ما كنتش هغير اي حاجه خالص خالص الحمد لله. كويس. من اللي انا اخترتها، ومن الشغل بتاعي، ومن قراراتي الاسريه، ومن قراراتي العمليه، حتى الدراسه، حتى الاصحاب، انا ما كنتش هغير حاجه. انا تمام، مرضيه، راضيه جدا الحمد لله، زي الفل، وشايفة انه انا اصلا مش عايزة يرجع بيا الزمن. اي ليه يرجع بيا الزمن؟ كل واحد راضي بال، انا تمام جدا، انا مش محتاجة يرجع بيا الزمن لورا. لا هو انت لو رجعتي ورا هتحسي بغربة بالظبط كده. في ناس بتبقى بتقولك لو رجع بيا الزمن لورا، دي جملة دايما بتتقال، ليه يرجع بيا الزمن لورا؟ هنعيده الدنيا نخلصه ويلا عدي وجيب اللي بعده. صح كلامك، صح كلامك، تعجبني حكمك يا منة والله. انت بقى قول لي تاني بتقول ايه؟ بتعجبني حكمك. لا عندي حاجات قديم كتير، بس انا مش هتكلم عن نفسي. قول لي انت. انا والله عارفه التايم مانجمنت او اداره الوقت، انا دايما بفكر انا ضيعت وقت كتير في ايه؟ فانا كان مفروض اتعلم لغات اكتر، اسافر مدن اكتر، بحب السفر جدا، اخد ماجستير او اخد دكتوراه، يعني اتقدم في حاجات. انا احب القرايه، انا قريت كتير صحيح، ما دخلتش في مجال مثلا ان انا اخد شهادات او ان انا اعمل كده اطور في لغات، ولكن انا دخلت في حاجه واحده بس، كان ممكن انوع الحاجه دي في حاجات تانية. بس لسه ممكن تنوع الحاجه دي في حاجات تانية، لسه ممكن تسافر. ولسه ممكن تعمل الماجستير ودكتوراه، ولسه ممكن كل الحاجات دي لسه متاحه جدا. ده حقيقي، ما انتش محتاج الزمن يرجع لورا. ايوه، بس يعني دايما لما بتقول انا ضيعت وقت في ايه، انا كان المفروض اعمل كده وما عملتش كده، فهماني؟ يعني محدش فرض، ادي نفسك مساحة، مفيش مفروض، انت اللي بتعمل المفروض، انت اللي بتختاره، مفيش مفروض، غير مسموح ان يبقى في مفروض. الست دي مفيش مفروض، في ظروف ساعات بتحطنا، انت ادارتك للموقف هي اللي بتحدد في مفروض ولا مفيش مفروض. مفيش مفروض كده، تحرر من فكرة انه مفروض ولازم، والورقة والقلم بتقول 1 2 3، زي ما الموضوع مشي ده اول حاجه، ده اللي ربنا كاتبه. تاني حاجه اكيد اكيد، لو انت اصل الواحد أيوة بس وهو جوه الرضا، الرضا فضيله بس ما بتتعارضش مع قصه انك تبقى طموح، يعني انك تبقى طموح حاجه وانك تبقى راضي حاجه. ما هو الرضا ممكن يبقى برضه يوصلك لفكره ان انت تبقى سلبي. بقول لك اهو عايز اكمل واشوف اللي بعده، مش عايز ارجع. لا لا، ملهاش علاقه خالص الرضا بالتخاذل او ان الواحد يبقى مش عايز يبص على حاجه، لا بالعكس،
هو انا لما اقول لا هيرجع بيا الزمن لورا هعمل حاجه ما حصلتش، اعمل دلوقتي حاجه ما حصلتش، لكن لو هيرجع الزمن مش هيرجع بيك على فكره، عمره ما هيرجع، مش هيرجع على فكره، عشان بس نقفل، عشان نخلص الزمن مش هيرجع. انت هتقدر تعمل ايه كان نفسك تعمله، هتعمل ايه عشان تلحق تعمله في الفتره الجايه. صحيح صحيح. معلش يا جماعه الموضوع يعني لا احنا مستنيين كل الناس تقول لنا رايهم ايه ونعرف لو رجع بيهم الزمن فعلا محتاجين انهم يغيروا تصرفات ولا لا، وهل يقدروا التصرفات اللي هم كانوا عايزين يغيروها يعيدوا صياغه الامور بحيث انهم يعملوها دلوقتي؟ ده سؤالنا، ده سؤالنا اللي موجود النهارده على صفحتنا على فيسبوك. احنا منتظرين اجابات حضراتكم، هنناقشها بالتفصيل، هندردش فيها، هنتكلم فيها معاكم، وهنستعرضها لغايه الساعه 10 النهارده على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. بنصبح عليكم مره تانية، صباح الفل عليكم جميعا، صباح الخير مصر.